تحية كبيرة أيضا لمشاهدينا الكرام عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد المتجدد مع إثارة الشامبيونز ليج متعة دوري الأبطال لموسم 2020-2021. هكذا شاءت الأقدار وهكذا كانت أحكام القرعة أن يلتقي الفريقان اللذان أتتا نهائي الموسم الماضي في العاصمة البرتغالية لشبون البايرن في مواجهة باريس سان جيرمان. كلاكيت لعاشر مرة بين الطرفين وهنا الحوار الأول الفصل الأول بالأليانس أرينا. البياض الذي اكتسح ميونخ منذ ساعات منذ أمس نعم مشاهدينا الكرام دون الامتياز باريسي. إذا باريس سان جيرمان تابعونا أول انسلال وأول انطلاقة وأول كورة ولكن مرة جانبية بعد ذلك مباشرة في الانسلال الفرنسي لوكاس يمشي نيمار نيمار مرة كورة كورة جول كورة جول جاك الذي لا يرحم جاك يا نوير إنه مبابي إنه الملك إنه الكينج مبابي. ماذا سيفعل توماس العرضية دريسا غاناغي فيها صافرة نعم فيها صافرة وفيها خطايا دريسا يا غاناغي لاوس انتبه كرة كيميتشو جدار أولى ويتمنى تحقيق الحلم باللقب الأول في مسيرته على مستوى الأولى بينما انطلاقة كومان يمشي كومان خطيرة خطيرة جول ماذا هناك وضعية تسلل بالفعل في اللقطة الماضية يدرك دافع الأوسط يتدخل ماركينيوس ليمار من جديد الكنترول خطيرة ماركينيوس جول ماركينيوس جول غدرهم ماركينيوس غدرهم ماركينيوس أين كان المدافعون وحده ماركي في باريس سان جيرمان تلعب نيمار نيمار ونوير في اليمنى أنخيل دي ماريا تأكبر يمشي للمساندة وفي خطأنا في تدخل في هذه اللحظات. إذا سيكون هناك إيفار بطاقة صفراء تمشي كرة العرضية جول تشوبوموتينغ لديهم ابن الدار سجل في مرمىهم ابن الدار حول للمرور خطيرة وبرا كيميش من جديد نافاس يجيب نوير ألم أقول لكم مباراة مولر وكيميش 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 سلام يا عيني على المهارة نافاس اصطد الكرة لكومان احلى لقطة هذا صاحب الاختصاص كيميش يرفع كرة جول كرة جول توماس مولر توماس مولر اخيرا البافاري يسجل هدف التعادل البافاري يعود من بعيد البافاري بعدما كان منهزما من كرة ثابتة نعم قلت لكم بأن البايرن إلى من نيمار الخروج بها دراكسلير تأخر والحكم يقول في خطأ دراكسلير سيكون لك إنذار نعم من تلقى الإنذار تراك لعناصر البايرن مرت على نيمار وبعيد على دراكسلير الكرة بعد ذلك إلى ضربة مرمى الدقة فيها شوفنا 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 بقصية ولكن مرة جانبية نحصية ولكن مرت جانبية فعلا باريس سان جيرمان اختار الدفاع المتأخر البلوك الدفاع المتأخر وعندما توظف هذا ادخل مبابي ادخل مبابي سدد مبابي جول مبابي يسجل من جديد الكينغ الأسمراني الكينغ الباريس في العام هذه ممتازة خطيرة نافاس يتعملق من جديد تابعا من أليسون بيكر ويلا وين الهربة حتى قدام راسه ولعها ولعها جول للمرينجي 1-0 للمرينجي جيبوا الحماية جيب جيب الحماية جيب أوزان التركي
كي ضاع وسط الزحام والبرازيل لفلاش السهم يهرب فينيسيوس جونيور ويوما انت السينيور 1-0 للمرينجا في بلاد الاتراك. يمشي الكرة ما زالت لم تنتهي بعد. طويلة ملعوبة فينيسيوس يسجل اشطر هدف في 20 عام. ركنية الشوط الاول رائع من الريال مدريد. ترجع كرة ويشوط وفرصة كبيرة من أسينسيو. سيما مع انشيلوتي والباقيات مع المدرب الفراس. ماذا يفعل؟ فرصة والهدف الثاني. الهدف الثاني للريال. ما هذا على نولك الأبيض؟ ما هذا على سلطانك الأبيض؟ ما هذا على نجومك يا مدريد؟ الأبيض الملكي يمتلك البطولة، يمتلك التاريخ. كورتوا يطويل، تيبو كورتوا الطويل. شوف الصوت، ديوغو جوتا 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 جوتا، مش ممكن. صلاح وهدف، وهدف من محمد صلاح، هدف من صلاح المطالب بالأوفسايد. ننتظر الصورة، الفار سيؤكدها. هذا الأحمر غير عادي وصلاح استثنائي. هدف لربي رقم 37. محمد صلاح في 5 دقائق يقوم بالتدليل. جوتا يراوغ دفاعا بدوره مهترة للريال. الشوط الأول كان مدريدي للريال. الإسرار يدخل مودريتش خطيرة والهدف الثالث للريال مدريد. الترسارو ديل مرينجي، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ضاعت كورة الراس راس وما يدريك لعلها لا تكون احلى. جون ستونز هيلا ولا ارتقاء فوق. هنالك الانطلاقة السريعة والخطيرة لعناصر فريق بوروسيا دورتموند. وين راجع جون ستونز؟ دي بروين على طبق يا دي بروين في رمشة عيا جابرييل ومعه دي بروين فودين ولولا سر ولولا بابا 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 جول. ماركو رويس يعدل النتيجة لدورتموند في الدقيقة 84 ويسجل أول أهدافه في دوري الأبطال. كرة ثنائية واحدة كانت كافية لبوروسيا دورتموند لتعديل النتيجة. سلام 6 دقائق قبل فودين التوزيع في نهاية المطاف بعد 4 فرص سجل واحدة فودين في الدقيقة 90 من عمر المباراة. هدفا مقابل هدف واحد صارت النتيجة وتعود الأمال وتعود البسمة لعناصر مانشستر سيتي وكذلك لبيب غوارديولا. ليس هناك رأي تسلل. ميسون ماونت جول وتشيلسي في قلب المدينة الأندلسية. نعم لما نحكي عليه ثمن 15 مباراة في الويفا شامبيونز ليج، هذا أول هدف في حسابات ميسون ماونت. يتلاعب بالنيجيري سايدو ساروسي، ينفرد بالحارس أوغوستين مارتشيسين ويضع الكرة في الشباك. في جول والجول رائع، هدف ثاني لفريق تشيلسي. الضربة القاضية. باي باي مع السلامة بوردو. عفوة دفاعية قاتلة. التحضير جيد والدفاع ممتاز. الكرة خطيرة، الاسيست والتسديدة الأولى والثانية والهدف الأول. الهدف الأول لبروسيا دورتموند. 1-0 لبروسيا، 1-0 لبروسيا عن طريق الإنجليزي بيلينغهام. بيلينغهام يسجل في مرمى بلاده. يتقدم محرز، يلعب كرة طولية خطيرة جدا والتغطية ممتازة موجود. ترجع الكرة خطيرة ملعوبة عرضية إلى ولكن إلى متى يا هيتس؟ العرضية الأخيرة لم تمر. زينشينكو يمررها، الدفاع يصد وضرب جزاء. ضرب جزاء للسيتي، ضرب جزاء للسيتي. إصرار لربي. يتقدم رياض، يمشي رياض 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 وجول من رياض. رياض 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 رياض, رياض.
رياض مش رايد ومحرز رايك ويسجل التعادل. يحرز محرز يا غوارديولا، يحرز محرز يا غوارديولا. والليلة ساوري 40 دقيقة خطيرة، والثاني خلصها خلصها. كان الحال بالنسبة لي صاني الوضع. يا أورا دي ماريا في وضعية التسلل. نعم كان متقدم مبابي، كان متقدم مبابي في هذه اللقطة. نيمار في عملية الدخول. نيمار ونوير مرة أخرى. مبابي مرر فرصة. لا نيمار مراوغة ممتازة. نيمار يدخل. حدك يا نيمار في هذه الكرة. مولر خطيرة وخطيرة. جول، أول هدف المباراة لفائدة البايرن عن طريق اللاعب تشوبو موتينغ. عاودها مرة أخرى، سجل مرة أخرى بعد مباراة الذهاب. هو يسجل مرة أخرى. نعم يتفوق على كيمبيبي وكيلور ناباس. التسلل